بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه، وأطل عمره في عافية وحسن عمل. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فضل الإسلام: باب تفسير الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام. مقصود الترجمة بيان حقيقة الإسلام والكشف عن معناه. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ومرد هذه إلى الاستسلام لله وحده فإنما بعدها راجع إليها، فالانقياد لله بالطاعة والبراءة له من الشرك وأهله لازم للاستسلام له، فإذا استسلم العبد له انقاد له بالطاعة وبرئ من الشرك وأهله. ونوه بهما في بيان حقيقته العامة تعظيما لهما والآخر خاص وله معنيان، أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، وحقيقته شرعا استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة وهو يقع بهذا المعنى اسما للدين كله فتندرج فيه مراتبه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. والثاني الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والزكاة، فإنها تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان فإذا اتفق سوق هذه الألفاظ الثلاثة سويا فقيل إن الدين إسلام وإيمان وإحسان، فمعنى الإسلام حينئذ الأعمال الظاهرة. والأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى صالحة للإسلام بمعناه العام ومعناه الخاص، لأن ما كان منها متعلقا بالعام اندرج فيه الخاص
فقول الله عز وجل مثلا إن الدين عند الله الإسلام يراد به أصالة معناه العام، فهو دين الأنبياء جميعا وحقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، ويندرج فيه الإسلام بمعناه الخاص لأنه فرد من أفراده، فمن أفراد الاستسلام لله بالتوحيد الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما فيه من أعمال ظاهرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه. مقصود الترجمة الأمر بالثبات على الإسلام، الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه، وأنه دين الفطرة، والتحذير من البدع لأنها تغيير للإسلام واعوجاج عنه، والتحذير من البدع لأنها تغيير للإسلام واعوجاج عنه.